ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن لهذه الأمة حقوقا عليكم، وأن المضطهدين الذين حوصروا وقطعت عنهم الأرزاق والمياه في أماكن شتى من العالم إنما هم جزء من هذه الأمة وعضو من أعضائها، فأيام أهل السنة وأطفالهم وهم محاصرون في مضايا في سوريا أو في غيرها إنما هم عضو من أعضاء هذه الأمة التي هي كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فلا بد أن تستشعروا جروح أمتكم وأن تدركوا أحوال المسلمين وأن تبذلوا لهم ما تستطيعون ولو كان ذلك بالدعاء، فإن الدعاء يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء.